سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، إلى جولة جديدة في السوق من قناة الغد بالقاهرة، وفيها نتابع. المغرب يستعد لإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا. الخطوط التونسية تقرر إحالة 400 موظف إلى التقاعد المبكر. في تفاصيل الجولة، يتجه المغرب إلى إلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، خاصة بعد ظهور نتائج التحقيقات التي فتحتها وزارة الصناعة والتي أكدت وجود إغراق شامل للسوق المحلية بالسلع التركية. المار من أهم شوارع المدن المغربية والمتجول في أسواقها يلحظ انتشاراً واسعاً لعلامات تجارية من أصل تركي. محلات هنا وهناك تعرض سلعاً متنوعة بأسعار تفضيلية تغري الزبائن وتدفع بالكثير منهم إلى هجرة منتوجات محلية الصنع. بالنسبة للمنتوجات، الإنسان من الأحسن أنه يستهلك المنتوج المحلي باش يساهم معنا في الاقتصاد الوطني، ولكن كاين واحد المشكل ديال الناس، يعني ولات عندهم واحد الثقافه، لان اي منتوج كيدخل لنا من برا كيقول لك هذا منتوج اللي هو منتوج اللي هو يعني عنده جوده عاليه. بحسب الارقام الرسميه، فان حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا قد ارتفع الى 2,700,000,000 دولار خلال 2018 مقابل 668,000,000 دولار سنه 2006، تاريخ دخول اتفاقيه التجاره الحره بين البلدين حيز التنفيذ، في حين انتقل العجز التجاري مع تركيا من 54,000,000 دولار سنه 2006 الى 1,600,000,000 دولار ما تم العام المنصرم. مؤشرات الرقم تدفع ببعض الفاعلين الاقتصاديين إلى المطالبة بمراجعة الاتفاقية. اتفاقية التبادل الحر ما بين المغرب وتركيا هي اتفاقية غير متكافئة، وبالنسبة للمغرب يعني بالنسبة له كان هناك عجز توصل إلى 12 مليار درهم لصالح تركيا، وهناك ممارسات من الجانب التركي اللي هي ممارسات يعني غير رابح في هذا الإطار، هذا لأنه هناك يعني حواجز غير جمركية تقوم بها تركيا بالنسبة للسلع المصدرة المغربية. هناك إغراق ديال السوق المغربية فيما يخص النسيج والمواد الغذائية وكذلك حتى الصناعات الإلكترونية. وكإجراء احترازي، أخضعت الحكومة المغربية قبل سنتين بشكل مؤقت منتوجات النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي لرسم إضافي على القيمة يعادل 90% من رسم الاستيراد المطبق، لحماية السلع المحلية من منافسة يصفها المراقبون بالخطرة. يشترك المغرب مع أزيد من 56 دولة في اتفاقيات تبادل حر، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، تركيا، مصر والأردن، شراكات تعتزم الحكومة المغربية إعادة النظر فيها عبر دراسات شمولية بما يتيح حماية الاقتصاد الوطني وإعادة التوازن للعلاقات التجارية مع عدد من الدول الشريكة. فدوى المرابط، قناة الغد، الرباط. ونبقى في الرباط، ومنها ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المحلل الاقتصادي دكتور المهدي الحلو. دكتور مهدي، ما مدى صحة تفكير الحكومة المغربية في إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟ هذه الفكرة رايجة منذ بضع سنوات، منذ تقريبا سنة 2015-2016، وهي مرتبطة بأولا ارتفاع العجز التجاري ما بين المغرب وتركيا بشكل صاروخي مباشرة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة بين البلدين ودخول الاتفاقية حيز التطبيق سنة 2006. ثم هناك حسب بعض المتعاملين الاقتصاديين المغاربة، خصوصا في مجال النسيج ومجالات أخرى كالخشب وأشياء أخرى، هناك كذلك تعاملات غير من جانب السلطات الجمركية التركية. هناك كذلك في مجال النسيج مثلا تعاملات من شكل آخر، وهي أن بعض المنتوجات التركية تبعث للمغرب عبر موانئ أردنية أو مصرية، بحيث أنها تدخل مبدئيا للمغرب وكأنها منتوج أردني أو مصري، وهي في الحقيقة منتوج تركي. وهذا كل هذا جعل أن العجز التجاري المغربي مع تركيا وصل اليوم إلى ما يقارب 17 مليار درهم، وهو ثالث عجز يعرفه الميزان التجاري المغربي بعد
العجز التجاري مع الصين والعجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هنا ربما يتحدث البعض عن جودة وتنافسية السلع التركية، لا سيما في مجال المنسوجات وتفوقها على نظيرتها المغربية، وهذا ربما ما يحقق لها رواجا داخل السوق المغربي. ما مدى حقيقة هذه الرؤية؟ لا هناك هذا شيء ما صحيح، ولكن الصحيح هو أنه هذه المنتوجات كذلك تأتي بأثمان أقل من ثمن في الأسواق المغربية، ثمن المنتوجات المغربية في الأسواق المغربية. هذا ناتج كذلك عن مساعدات السلطات التركية لمجموعة من القطاعات الاقتصادية، وبالتالي مساعدة ديال الشركات التركية في تركيا تجعل أن كلفة الإنتاج بالنسبة لتركيا أضعف من كلفة الإنتاج في المغرب. والحقيقة أن جودة الإنتاج في المغرب هي جودة كذلك مرتفعة، لا في مجال النسيج ولا في قطاعات أخرى كالسيارات وكالقطاعات ديال التجهيزات المنزلية. والفرق ما مرتبط بشكل أو بآخر بهذا التدخل السلطات التركية لإعانة القطاعات الاقتصادية التركية. ثم هناك كذلك التعامل مع الليرة التركية، بحيث أن السلطات التركية خفضت في السنوات القليلة الماضية وفي الأشهر القليلة الماضية من سعر الليرة التركية في الأسواق العالمية، وهذا جعل أن قيمة المنتوج التركي بالعملات الأجنبية خصوصا باليورو انخفضت، وهي أعتقد العملة التي يتعامل بها المغرب مع تركيا، انخفضت وجعل أن إمكانيات التباري ديال المنتوجات المغربية مع المنتوجات التركية أصبحت أكثر لصالح السوق التركية. ثم هناك نقطة أخرى، وهي أن الاقتصاد التركي هو اقتصاد ديال 90 مليون نسمة، في حين أن المغرب اقتصاده ديال 35 مليون نسمة، وبالتالي مسافة أو قوة الشركات التركية بشكل أو بآخر أكبر من قوة حتى كبار الشركات في المغرب. طيب، إذن بحسابات المكسب والخسارة، ما الذي سيكسبه المغرب في حال إلغاء اتفاقية التجارة الحرة، وما الذي أيضا يمكن أن يخسره؟ الآن بحساب الخسارة والربح، العجز التجاري المغربي مع تركيا كما قلت يصل إلى ما يقارب 17 مليار درهم. هذا العجز التجاري كان يقل عن 5 مليار ديال الدرهم أواسط العقد الماضي، وبالتالي الدولة التي أو الاقتصاد الذي فاز من علاقات تجارية بين المغرب وتركيا هي تركيا. الآن ليست كل المنتوجات التركية تدخل في إطار الاتفاقية ديال التبادل الحر. ما يدخل في إطار الاتفاقية ديال التبادل الحر هو 71% من المنتوجات التركية التي تصل إلى المغرب. الآن ما يجب أن يقع هو أن على تركيا وكما على المغرب أن يراقب الحماية الغير الجمركية ديال الأسواق، أن تكون هناك اتفاقية في مجال تعامل قانوني وتعامل متساوي. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع دكتور المهدي الحلو ضيفنا من العاصمة المغربية الرباط. دكتور مهدي، شكرا جزيلا لك. تعتزم الخطوط الجوية التونسية تسريح 400 من موظفيها العاملين بدوام كامل في عام 2020 في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية عن شركة الطيران المملوكة للدولة. وأدى الوضع المالي الصعب للناقلة الوطنية إلى تأخر رحلات وتراجع مستوى الخدمة ووقف تشغيل طائرات بسبب نقص قطع الغيار، ما أسفر عن تراجع مسافريها بنسبة 20%. وتتكون الخطوط التونسية من 27 طائرة وقوة عمل متضخمة حجمها 8000 موظف، فشلت الحكومة في تقليصها في ظل مقاومة النقابات. ولمزيد من التعليق حول هذا الموضوع تنضم إلينا من تونس العاصمة المحلل الاقتصادية جنات بن عبدالله. سيدة جنات، ربما أبدأ بما انتهى به الخبر،
ما مدى قدرة الخطوط الجوية التونسية على تسريح هذا العدد من العمالة في ظل رفض النقابات؟ نعم، يعني هي بالنسبه لبرنامج اعاده الهيكله هو مطروح منذ سنه 2003، ولكن تم التاجيل فيه باعتبار يعني معارضه الهيكله النقابيه لهذا هذه الزاويه من برنامج اعاده الهيكله التي تعتمد اساسا على التخلي على عدد هام من العاملين والموظفين. وهذه السنه اجتمع مجلس وزاري في شهر أفريل الماضي ووافق على برنامج إعادة الهيكلة، ودائما في مقابل رفض النقابة لهذا البرنامج، وسيتم يعني الانطلاق بتسريح في مرحلة أولى 400 عون وموظف خلال سنة 2020، ويشمل البرنامج ككل تسريح 1200 موظف من مجموع قرابة كما أشرت إليه يعني في البداية 8000 موظف. ولكن دعني أوضح أن العجز المالي أو الصعوبات المالية التي تعانيها الخطوط التونسية لا ترتبط فقط بكتلة الأجور وعدد يعني المرتفع من الموظفين، ولكن يعود أيضا إلى سوء التصرف، يعود أيضا إلى حالة الفساد المتفشية في هذه الشركة العمومية، وتعود أيضا إلى انزلاق قيمة الدينار التي أثرت على يعني نفقات هذه المؤسسة العمومية. نعم. تعلمون أن الصيانة وقطع الغيار تتطلب توريد يعني عديد من المواد، وانزلاق الدينار أثر وعمق عجز يعني هذه. نعم. المؤسسة العمومية. واليوم عندما نتكلم عن إعادة الهيكلة وانتعاشة أو عودة الروح لهذه المؤسسة، لابد أن نأخذ يعني هذه المؤسسة في إطارها الشامل وطرح المسألة جميع الزوايا، ولا نحملها فقط على كتلة الأجور. نعم، وربما هذا سيدة جنات يعني ما يفرض التساؤل، يعني دائما ما ترتبط فكرة إعادة الهيكلة بتسريح عمالة أو تقليل العمالة، لماذا لا نبدأ بحلول أخرى وترجع مسألة العمالة إلى مرحلة أخرى في ظل هذه المشكلات الكبيرة التي تعانيها الشركة؟ هو سؤال يعني مشروع وسؤال وجيه جدا، باعتبار أن المنطق السليم يفترض مثل هذا يعني الحلول التي أشرت إليها. ولكن اليوم يندرج يعني برنامج إعادة هيكلة هذه المؤسسة العمومية في إطار شروط صندوق النقد الدولي الذي تم يعني الإعلان عليه مقابل حصول تونس على القرض الذي قيمته 2.9 مليار دولار. إذا المنطق السليم يفترض معالجة شاملة، ولكن صندوق النقد الدولي دائما يستهدف كتلة الأجور بالنسبة لبرنامج إعادة الهيكلة، وهو مدخل للخصخصة، وهو مدخل يعني جديد للخصخصة. اليوم لابد من تقليص عدد العاملين، ويوم غد هناك يعني شراكات وعقود شراكة جديدة ستكون مع مؤسسات أجنبية في إطار تدعيم القدرة للمؤسسة، وهذه المراحل هي تدخل في إطار السياسة الليبرالية وسياسة التقشف والسياسة اللي ترمي إلى تخلي الدولة عن مؤسساتها العمومية الكبرى على غرار الخطوط التونسية، وهي مسخرة يعني تونس الحديثة، وكانت يعني هي النقلة الوطنية الرسمية الأولى، واليوم كل البرامج تتجه نحو تفقيل وتفليس وتقليص من جودة هذه المؤسسة بدعوة. نعم. عجز وصعوبات مالية. أشكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي جنات بن عبد الله، كنت معنا هاتفيا من تونس العاصمة. وهذه جولتنا في السوق، ما زالت معكم مشاهدينا الكرام من القاهرة متواصلة، وفيها نتابع بعد الفاصل. أبو ظبي تعتزم استثمار أكثر من مليار دولار في طرح أرامكو. أهلا بكم من جديد في السوق. يدرس جهاز أبوظبي للاستثمار استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، التي تعول بشكل أساسي على مستثمرين من المملكة والخليج لجمع ما يصل إلى 25 مليارا و600 مليون دولار. ويتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم إلى أبوظبي في زيارة رسمية لدولة الإمارات لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.
تأتي زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للإمارات الأربعاء بعد مباحثات عقدها مسؤول شركة أرامكو مع مسؤولين من جهاز أبوظبي للاستثمار، وذلك لبحث فرص الاكتتاب في بيع أسهم الشركة التي قد تصل قيمتها إلى 25 مليارا و600 مليون دولار. كان الاجتماع بين مسؤول أرامكو وجهاز أبوظبي للاستثمار أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلا عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبوظبي وأخرى مماثلة في دبي. وتعتزم أبوظبي استثمار مليار و500 مليون دولار في الطرح الذي تجاوز عدد المكتتبين الأفراد فيه 3 ملايين مكتتب بعدد أسهم تخطى 800 مليون سهم تمثل 27 مليار ريال. وترتكز العلاقات الإماراتية السعودية على التعاون الكامل بين البلدين في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية، أهمها النفط والغاز وتوليد الطاقة، في حين تقوم السياحة بين البلدين بدور أساسي في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما. السعودية هي ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بحجم تبادل تجاري غير نفطي يبلغ أكثر من 105 مليارات درهم، وبنسبة مساهمة 6.6% من إجمالي تجارة الإمارات التي تحتل المرتبة الأولى عربيا وخليجيا كأهم شريك تجاري للسعودية، مستحوذة على أكثر من نصف إجمالي تجارة المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما تأتي الإمارات في المرتبة 6 عالميا كأهم شريك تجاري للسعودية. وللوقوف على آخر مستجدات زيارة ولي العهد السعودي العاصمة الإماراتية أبوظبي، ينضم إلينا من هناك مراسل الغد عبدالله الزعبي. عبدالله، يعني ما هي أهم تفاصيل الجانب الاقتصادي في زيارة ولي العهد السعودي لدولة الإمارات؟ نعم، بالتأكيد نحن ننتظر وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي من خلال هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها هنا. الجانب الاقتصادي بالتأكيد سيسيطر على الجزء الأكبر من المحادثات بين الطرفين، خاصة وأن التجارة كما ذكر التقرير تسيطر على أو حجم التبادل التجاري يسيطر على 70% من حجم التبادل التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنسبة وصلت أو بحجم إيرادات وصلت إلى 24 مليار دولار. هذه أو هذا حجم التبادل التجاري هذا، وأيضا العديد من التعاون التجاري والتبادل وتبادل الاستثمار بين البلدين، يفتح المجال لفتح العديد من المشاريع الاستثمارية بين البلدين، خصوصا مع وجود مجلس التنسيق السعودي أو السعودي الإماراتي الذي انطلق العام الماضي، والذي يهدف إلى تحقيق أو إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادي والتنموي والعسكري بين البلدين والتعاون في شتى المجالات. هنا أيضا يمكن الحديث عن الطرح أو طرح مجلس الاستثمار هنا في الإماراتي عن للاستثمار بأكثر من مليار دولار، وقد يصل المبلغ إلى مليارين، نعم إلى مليارين دولار للاستثمار في أرامكو السعودية. هذه الحقائق يمكن الكشف عنها من خلال الساعات القادمة من تواجد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هنا في أبوظبي، وأيضا الحديث عن ما سيدور بينهما خلال هذا اللقاء. نعم، إذا كان ذلك فيما يتعلق بطرح أرامكو وما سيتم الإعلان عنه في الساعات المقبلة مع وصول ولي العهد السعودي فعليا إلى الأراضي الإماراتية قبل قليل، فما الذي يعني أعلن عنه الجانب الإماراتي وأعلن داخليا في وسائل الإعلام عن الاستعداد لهذه الزيارة بملفات اقتصادية أو اتفاقيات ربما سيتم توقيعها؟ نعم، كما ذكرنا يعني هو الملف أرامكو هو الحديث الأكبر الذي يمكن الإخبار عنه من خلال هذه الزيارة باستثمار
ما يقارب ملياري دولار في أرامكو. أيضا هناك العديد من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي هناك العديد من المشاريع التي يمكن متابعتها أو البدء بالعمل بها من خلال هذه الاجتماعات التي ستكون اليوم في العاصمة أبوظبي. نعم أشكرك شكرا جزيلا عبد الله الزعبي مراسل الغد، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الإماراتية أبوظبي. ينظم مزارعون فرنسيون مظاهرة بالجرارات في العاصمة باريس بعد دعوات من نقاباتهم احتجاجا على السياسات الزراعية، وأدت المظاهرة إلى إغلاق عدد من الطرق وحدوث اختناقات مرورية. وتأتي تلك المظاهرة اعتراضاً على انخفاض إيرادات النقابات وتهريب المحاصيل الزراعية وحظر استخدام المبيدات الحشرية بالقرب من المنازل. انتهت جولتنا في السوق مشاهدينا الكرام، وفي الختام دوماً نذكركم بأهم ما جاء بها من عناوين. المغرب يستعد لإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا. الخطوط التونسية تقرر إحالة 400 موظف إلى التقاعد المبكر. ختام جولتنا في السوق لهذا اليوم، إلى اللقاء.